السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نبدأ الشغل بتاعنا على اف سي بيلدر. بيبدأ يظهر لي هنا، فببدأ ان انا ازود نيو فلور جروب بالشكل دوت. بنبدأ نقول له انا عايز مثلا ازود 3 مثلا، الارتفاع بتاع كل واحد فيهم مثلا 3 متر 500، اكسبت. فبيبدأ يزودهم لي بالشكل دوت زي ما انت شايف، فبقول له اكسبت. يس. تمبليت فيو مانجر ممكن نبقى نظبطها بعدين، مش مشكلة. طيب بعد كده بدخل بقى في اركتكتشر واقول له مثلا انا عايز ابدا ارسم الوول، فبيقول لي مثلا اكسترنال وول. تمام. فببدا احدد، ممكن ازود، ممكن حتى تكتب بالعربي مش مشكلة. تمام. ممكن تقول له امبورت، ولو عندك فيه ملفات موجودة من قبل كده نقدر نشتغل عليها. واقول له اوكي اكسبت، وابدا ارسم الوول بتاعتي بالشكل دوت. تمام. وتقدر تختار المحاذاة من اليمين او من الشمال او من النص زي ما انت عايز. ممكن نختار بارتيشن الثيكنس بتاعه، تقدر ان انت تغيره. خلينا نخليها مثلا 1. اكسبت اكسبت، وتبدا ترسم البارتيشن بتاعك بالشكل دوت. رايت كليك عشان تخرج من الامر وتكمل رسم. بيسمنت وول لو انت عايز ترسم، ديفنسز وول، فيرشوال بارتيشن، تقدر تعمل ايديت، موف، ادجستمنت، انفيرت، كل اللي انت عايز تعمله. وهنا دي الاجزاء بتاعت السناب، لو انت عايز تفعل حاجه معينه دي الليرات تقدر ان انت تفعلها زي ما انت عايز. تقدر تضيف مثلا اللير معينه بالشكل دوت. تقدر تقول له انا عايز اضيف كولوم مثلا، فبيقول لك اختار بقى السيركل مثلا او ريكتانجل، وعايز لما ينزل ينزل من انهي اتجاه مثلا من هنا، فهتقول له مثلا عايز ينزل في النقطه دي. وتقدر تحدد الشكل بتاعه يمين شمال فوق تحت زي ما انت عايز. تقدر تغير، تختار سيركل مثلا، والسيركل اخليها من النص مثلا، اكسبت، وببدا ان انا احط هنا السبيس. تقدر تقول له نيو وتحدد سبيس، ممكن تحدد انها اكسترنال اهوت. ونضيف واحدة هنا كمان. هو اوتوماتيك بيزود رقم على كل حاجة احنا بنحطها. تقدر تعملها اديت في اي لحظة، موف، كوبي، ديليت، سيرش لو انت بتدور على حاجة معينة تقدر ان انت تشوفها. طيب الفلور والسلاب نقدر نقول له سكريت. طبعا لو في تمبليت هتلاقي المقاسات والحاجات اللي انت عايزها كلها موجوده جاهزه. ورا كليك كده هو ضاف لي الفلور، وتقدر ان انت تختار بقى فلات روف او انترنال فلور سلاب، ستوب روف، كل اللي انت عايزه موجود هنا. وتقدر ان انت تعمل اوبننج لو انت حابب. طيب عايز اشوف 3 دي، فبقول له 3 دي فيو، فيو اول فلور، ولا انت عايز الدور اللي انت فيه بس. فبيبدا يظهر لك بالشكل دوت، وتقدر تقول له مثلا لا فعل الماتيريال، فعل الجراوند زي ما انت عايز. خلينا نقفل ديت. ممكن تفتح حاجه كده 3D على الجنب، بحيث ان انت وانت شغال تبقى شايف الشغل بتاعك عامل ازاي، وتقدر ان انت تاخد فيه سيكشن في اي وقت بالشكل دوت. وتقدر تعمل اوربت، تخليه يقعد يلف كده طول ما انت شغال. لما بتخلص شغل بترفع الشغل بتاعك على بيم سيرفر. ده بيفيد في ايه؟ ان كل البرامج بتاعت سايب بتشوف المشروع دوت. هتقول له كرييت نيو بروجكت، وتقول له اي اف سي. طيب ده مشروع اديوكيشنال ولا مشروع حقيقي ولا مش بروفيشنال ولا، طب الناس اللي معاك في المشروع يشوفوه ولا لا؟ طيب اكسبت
اكسبت يبدأ يرفع المشروع دوت على الصفحة بتاعتنا، صفحة المشروع بتاعتنا. لو انت عايز تعمل شير بتدوس شير وتاخد رابط تبدأ تدي للناس، وممكن تنزله دي اكس اف او دي دبليو جي تمبليت اكسبت. هو طبعا موجود على بيم سيرفر ستور، بترفع الملف هناك.